السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنوا تكونوا بخير خير وبخير وعلى خير يا ربي. ولاو الكلمات كيتسمو لينا يا ربي. امين يا سيدي ربي. كلي لينا البنات، لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ يا ربي تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديال فاطمه والتصوير عليه، خلينا نصوروا وخلينا نجي سخان فاطمه تجي صور. ايوا البنات، بديت لكم هذا الفيديو بهذا المنظر الزوين والرائع. شوفوا نتوما ها البحر والدنيا، نتوما شوفوا الدنيا كي دايره. ايوا صافي، فطرنا وفطرنا انا اختي وإلهام، وجدنا الفطور وجينا جلسنا شويه حد جنبات البحر. ايوا غادي نمشيو دابا نتغداو ان شاء الله، وندورو لكم شي دويره هنا وتشوفوا عاوتاني معنا الجديد ان شاء الله. يلا اختي إلهام نسيو شتو وانا فاسك فيا الجوع الصراحه، نهار وليا مكرش وراك ورا الجو هذا راه بالسيف تيوكل الجو البحر تيوكل راه الدنيا عندهم رائعه. يلا بقاو معايا. ايوا هانتوما كما كتشوفوا بلاصه زوينه الها ما مات هنا، ديال الحوايج ديال الحوايج ملابس النساء العصريه. هادشي اللي كتبين لنا سونتر صغيور، سونتر صغيور جحدا جحدا البحر زوين، جحدا البحر هانتوما. شوفوا الدنيا ها ها، شوفوا هادشي كيبان زوين ها. ها هي الهام فينا، هي الهام هانتوما. شوفوا هاد السونتر كي داير من هنا، واو واش هادشي. هاد الدنيا كتحمق والله العظيم، انا بدرس هنا كامل سطاني. وحنا تغدينا وخرجنا يا سيدي ها خويا كريم الهام. خرجنا كريم اول مره غيبان مع فاطمه ما بان. واحد الخطره شديته بتخبيه عنده ياك اختي، هضر غفلتو شديتو. ايوا واش غادي ديروا؟ غنشوفوا نوري لكم السوق عرفتي، راه هادشي يدوم زوين. شوفوا ولدي واحد المولي كاليه. يلا بقاو معنا تشوفوا. شوفوا معايا ولينا شماليات، هذا الشيء زوين كيحمق يا العيله. انا لبست سيف الدين، خديت هذه ونخدم حدا سيف الدين والميمه ديالي. انا شفتها ولدي سيف الدين راه ما بغاهاش ليا. ها تكستكي 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 تكستكي. انتم انا وسيف الدين، انتم المحل عندي زوين، خديت ليا ولدي. يلا غادي ندخلو شوفو شوفو. هانتوما البنات شوفو المحل، هاد البلاصة احنا طالعين، هاد البلاصة اللي كتحمق والله كتصطي. زوينه شوفي الهام بزاف جه اللون كيحمق. انتما شوفونا في المرايا احنا غاديين طالعين يا اختي يا اختي. يلا بسم الله طالعين نشوفو الفوق عرفتي، هادشي عندهم كيحمق زوين. انا نكتشف هاد البلاصه الرائعه، نتمنى تجي تجيو لنا بالكثره بالكثره. انا راه ما كرهتش نسكن هنا، نشري شي دويره انا كاع نسكن معاهم. واختي انا نجي نشوف اجي نتوما حنا. الهام كتعيط ليا، كانت عجباني وحده ديال القمه كنت بغيت ناخذها للوالده ديالتي، وهذه هي الفرصه المناسبه باش ناخذها ليها. نتمنى نوريها لكم. نتوما شوفوا شوفوا الاواني ديال الكوزينه، شوفوا شنو عندهم. بغيت اللي جا لهنا يطلع للفوق عندهم. شوف نوري لكم شي حاجه راها ما كدورش والله. ها تقديت تمشي للدار وتبارطاجي معكم ان شاء الله. اه ان شاء الله عطيت شي زوين والله. انا بكره نسكن هنا هكا كريم، انا والهام عطي الكريم يشد. كريم هو الحمال الثقل. شو هاد الشيء شحال غزاله، شي زوين والله، شي كيحمق.
نتوما شوفوا عرفتي هادو فاطمه هادو هادو ماشي كيغنيو تيغنيو كيشطحوا داك الدوره كدوري زوين زوينه ها نتوما صافي الى مراه باغيه هذيك اللعيبه بالليل النوسه ها نتوما شوفوا شوفوا هذا الشيء المطر عداد السيد زوين السلام خويا الحمد لله شوفوا 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 المتتبعين ولا ناخذ لويزا شوفوا شوفوا اش القطبان الشتمه ديالنا للعروسه لا اييه هما حنا انا من طاطا ربي يخليك شوف انا نوري لكم واحد ديال هذا السيد انت شجعنا ولا ما كنتيش تشجعنا لا كنشجعكم ربي يخليك الله ينورك شوف شارك المشاهدين في انا عندي واحد الدويره في المحل عندك شوف البنات بغيتو كاع نوريكم الطريقه نوريكم اللي عندكم ربي يخليك ماشي مشكله ودي مرحبا شوفوا هذا الشيء فن انتم شوفوا ديك واحد الدويره في المحل عنده شوفوا كما كتشوفوا عنده اي المقله هذه يقول لك زوينه ياك انا شفت بنادم بزاف دابا تيستعملها يعني وشتي هذه جايه ديال الشوايه وهذه جات المقله بغيتي تستعمليها على شكل كوكوت كتولي تسديها ديري فيها اللحام ديري فيها اي حاجه ديالك بالخضره باللحام وشافتها ماما ما تسحلهاش بحال هكا ماما عزيز عليها طوط المواعن كتبغيها شوف عندها واحد السيزويون هنايا باش تنزل اها وعندها واحد السيليكونات هادو اها خليوش لافابور يخرج كطيب داك لافابور ديالك وداك العرق اللي كيكون زايد راه كيديكاجا ديجا من هنايا هذا الشيء زويون واش نوريكم اجي نوريكم واخا ندير لهم واحد الدوره في المحل ونجي وربي يخليك الله يكبر بيك ها انتوما ها انتوما كما شفتوني رانا ولات بلاصه السيد عصام 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 من اطيب البنات والله العظيم شنو خلط الوسط وغادي يقول لك انا طيب شنو خلط الكاميرا انا صرت نقلب على بحال هكا فهمتي عليها صامت نقلب على بحال هكا جوزة لعندي جوزة لعندي شوفوا ديك السيدة قال بخير خرجت ما لقيتش داخل الوسط غادي نطيبوا شوف غادي نعرض عليكم الغداء دابا طيبوا لكم الحوت غنطيبوا داك الشيء غنطيبوه مباشرة يا باش ياخذوا المشاهدين فكرة المشاهدين ديالك أن هاد المقالي هادو راه كيطيبوا بلا زيت دوك العيد قريب دابا غادي نوريو حتى طريقة الشوية اللي بغاو يشوفوا فيها شي حاجة أنها كتستعمل شكل المقلة وشوية في نفس الوقت هي فيها الجهة ديال المقلة وفيها الجهة الشوية وكتقلب بغيت تحمري فيها حتى الكيك على دوفاس بغيت تحمري شي حاجة كتصيب حتى الكيكة ياسير كدير فيها الكيكة يدخلوا للباج راني غنعطيهم للباج يشوفوا حتى طريقة الكيكة اللي درت فيها وهذه باش زوينة بانها كتجيب لك المذاق تشوات الفاخر واخا كتشوي على البوطه غتجيب لك المذاق تشوات الفاخر غير اول استعمال اول استعمال اللي غنديرو دابا باش ما نعطلوش اول استعمال ملي كنوصل المقله جديده غير ياخذوا كذلك المقله ياخذوا المقله يعني من الماركه اللي غتكون مزيانه اول استعمال اللي غيديروا ليه يدهنوها بالزيت فتوصل عندك دابا شي ديال الدار غتاخذي شويه الزيت غدهني على الجهه وغدهني من الداخل غندهنها من دوفاس ندهن من هنا ومن هنا وكنحطها على واحد العافيه مهيله واحد 5 دقائق نسخنها على الجهه ونعاود نسخنها على الجهه الثانيه 5 دقائق 5 دقائق ومن بعد غنولي نطيب بالزيت بلا زيت بالماء بلا ما ما عندناش مشكل المهم اول استعمال اللي غندير هو المقله غادي نديرها بالزيت ونسخنها شويه فقط وناخذوا الماركه اللي مزيانه كاينين ماركات كاينين اللي رخاصين كيتباعوا عند صحاب الماء هذاك الشيء ولكن هذاك الشيء راه ماركات فوالا باش دابا غادي نديروا حنا واحد التجربه نقدروا نديروا فيها اوريجينال تاخذوا مزيانه بيان سور واللي غتجيب لا كارونتي ديالها حنا دابا غادي نحاولوا نمسحوا المقله دابا باش نوريكم حنا نديروا جهه الشوايه اللي غنشوفوا فيها دابا الحوت حنا ديجا دهنا بالزيت ودرنا لها الطريقه اللي قلنا باش ياكدوا المشاهدين ان دابا راه ما فيهاش الزيت غادي نمسح دابا المقله ديالي نحيد منها كاع داك الشيء اللي غيكون الزيت يعني كنتاكد راه كنشوف فيه واه انتما سي غادي تاكدي دابا قدام عوينات فوالا واحد الحاجه اخرى في هذه المقله راه ما كتبغيش الميطال ما نجرحهاش بشي موصوله فرشيطه لان هذه المقله اللي غناخذوا لوريجينال راه كيجي معها دابا السباتيل ديالها كادو هذا كتاخذوه غراتوي وكناخذوا جوج ديال لي سيليكون ديالها حتى هما غناخذوهم غراتوي هذا باش من بعد ملي غيمشي ليا هذا السيليكون هذا غنلقى باش نشونجي هو ديما كتعوض على فوالا ديما كنعوض عندي جوج ديال لي سيليكون دابا وعندي سباتيل ديالها دابا غادي نشعلو كذلك هنا بالنسبه للبوطه ها فيها مهيله دائما بغيت نطيب اي حاجه غادي نشعلها فوالا حنا نقدروا كاع نفصلوها دابا تنوريو للناس هذه الجهه كذلك دابا ديال الشوايه
شنو غادي نديرو فيها دابا؟ غادي نقدر نشوي فيها اي حاجه بغيت، مثلا غادي ناخذ الحوت ديالي ونعمرو ولا الكوتليت ولا اي حاجه زدت، راك معمر الحوت وغادي نخليها دابا البش نخلي المقله دائما باش نحطها دائما لاول استعمال، خليها تسخن شويه ديما المقله، خليها تسخن شويه ضروري فوالا، خليها تسخن شويه نحسب المقله سخنات عاد ديك الساعه كنولي نستعملها. مزيانه هذه بالنسبه للكيك، كذلك غادي ندهن غير بالزبده، نرش شويه الدقيق كما نصايب الكيكه ديالي، وغادي نخوي الكيكه ديالي تما وكنسد المقله ديالي. اولا المونتاج اللي فيها هو تسخن فوالا، حتى بالنسبه لي كريب والبا ملي كنبغي نسخن حتى دوك لي بانيني كندير كذلك البانيني ولا 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 لي ساندويتش هنايا، هما دابا كيسخنوا على الجهه التحتانيه وكناخذ هذه الجهه هذه وكنبريسيها هكا بحال البريسه ديال البانيني، كنبريسي ونسخن بها حتى الخبز كذلك الا بغينا نسخنوا بها حتى الخبز. هي الحاجه عديده الاستعمالات، متعدده الاستعمالات باش غتهنيك في الدار. وغادي ندوزو مازال بلا سخنات المقله، غنوريكم هذا الروبو اللي جا جديد، هضره فيه 44 بياسة دابا 44 قطعه، انا ما طحليها روحي. وفيه دابا درنا فيه حتى العصاره ديال الليمون باش غنولي نعصر فيه دابا الليمون كذلك، ونطحن فيه نخرج فيه الماء الخضره القشور بوحدهم يخرجوا كذلك لاي حاجه بوحدها. حنا غناخذوا على سبيل المثال ملي كنبغي نعصروا الليمون، هذه غادي نوريها لكم حتى هي دابا، ولكن حالا غادي نشوفوا دابا الا بغينا نطحنوا فيه العطريه كيفاش غادي نولي نطحن فيه كذلك الخرقوم مسكين جبير قرفه قهوه اللي تزار، هو قلنا 44 قطعه لان كاين هذا اللي كاين اللي غتلقاو موجود هذا دابا راه متوفر دابا لانه يلاه خرج هذا الشركه جديد، كاينين هادو اللي معروفين ديجا حتى هما عندي، وهذا الشيء اللي كنوريكم انا راه ماشي هو اللي كيتباع في السوق ولا عند صحاب، لان صحاب الفيسبوك وداك الشيء اللي كيطلع راه هادو غتلقاو الفرق، وانا غنوريكم دابا الفرق لان كاين فرق كبير. دابا غادي ناخذوا الكاس ديالنا فارغ وغادي نخرقهم، بالنسبه لهذا الروبو كنا ديال 44 بياسه، هذا الخرقوم وسكين جبير والقرفه، حنا كنديروا خرقوم لي قاص فهمتي لاله فاطمه؟ عواد انت درتي القرفه القهوه اللي بزار داك الشيء راه يجيك ساهل في الدار، ولكن هذا هو اللي صعيب. انا واحد الحاجه اللهم تشريو هذيك ولا بقى نمشيو ديما جوج دراهم نمشيو بقى نطحنوا والله، وما كتاخذي اصلا حتى لوغو ديال العطريه ما كيكونش ملي كتاخذي، ملي درتي الخرقوم هكا وطحنتيه طبيعي في الدار، يعني كناخذوا دابا دابا غادي نشوفوا العطريه اللي خلينا قلنا في ثواني اي حاجه هو ما يفوتش فيها والله الا طحنات الخوي ديالي نوريني عندك والله شوفوا زعما راه ما عندي باقي ما نقول جدا جدا هادشي قلنا اللي صعيبه الا درتي القرفه القهوه داكشي الاخر راه ساهل شي حاجه دابا غادي نمشيو بالنسبه للروبو العجين لا ما تحتاجي العطار ما تحتاجيش باقي الحاجه اللي دارك تنقيها الحاجه اللي زدنا فيه دابا جديده هي هاد العصاره ديال الليمون، ما بقيناش ناخذوا العصاره الليمون بوحدها، دوك هاد العصاره الليمون راه ماشي هادو راه جوج فيه دابا، راه ماشي هاد دابا هادي زدنا فيها هاد العصاره، غادي ندير العصاره ديالي هنا، غادي نركب هادي، هادي كتعصر الليمون هي نيت وكتفي الكأس ديالها، باش غادي نخدم دابا العصاره الليمون ديالي بواحد الطريقه اللي غتشوفوها دابا عجيبه جدا. دابا غادي ناخذ الليمون ديالنا قال الموس ها الليمون باش غنعصروا لكم الليمون مباشره نشرب العصير هادشي اللي كتشوف هادشي اللي كنوريكم راه هو اللي كتاخذوا باش حنا ذوي الاختصاص باش ما ناخذوش من شي بلاصه اخرى وتقول ما خدمش ليا ما صدقش ليا دوك هاد لا مارك اللي كنوريكم دابا باش نتاكدوا من الاوريجينال دائما دوك غنقسم الليمون ديالي هنا على جوج وغادي نشوفوا العصير كيفاش غادي يجينا بحال الماشين لي بروفيسيونيل اللي كيخدموا بها صحاب لي سناك ولي ريستوران الليمون ديالي هادي عصارة ديال الليمون وما كتضيع والو غادي ناخذو فيها العصارة اللي زادوها في هاد الروبو العجيب شتي هنا كنعصر وغنهلا هادي شتي هاد الطيب ديالي هذا الليمون اللي كنطحنوه طبيعي في الدار ليمون غتاخدي على ذوقك كذلك وكتعصريه بهذه الطريقه ساهله وباش زوينه راه الصفايه كتهبط لك غير لمة الليمون فقط سونطري دابا هاد لاكام كامله دابا غنحيدو هذه العصره ديال الليمون وغنمشيو في هذا الروبو العجيب لان مازال فيه بزاف ديال الكاس اللي غادي نوريهم دابا هذه العصره كنحيدها كتفصل بهذه الطريقه نغسلها بوحدها الا مشينا لهذا الكاس الكبير هذا الا بغينا فيه عصير عادي كنصايبو فيه عصير عادي حليب لافوكا تفاح بنان اولا كنطحن ديال الموس ونركب ليهم كاملين لي موس ولا نستعملو كاس عادي نشرب فيه في الدار نخدم به كاس في الطبله باش نركب ليه الموس يولي ديال العصير كنركب ليه الموس باش كنطحن فيه العصير ديالي بحال عصير لافوكا بالحليب تفاح مع الحليب يعني اي حاجه بغينا نطحنو فيها كذلك العصير
غادي نطحنوا فيها عصير ديالنا بحال لي موليلي. كاين اللي بغيتي تسالي دابا شي عصير بحال المول تصايب عصير عادي، ولكن اللي مهم في هذا الروم هو ملي كنبغي نخرج الماء كذلك ديال الرمان، الماء ديال العنب، ديال البطيخ، ديال الفلاح، ديال اي خضره اي فاكهه، كندير الفلتر ديالي وكنخدم الروبو العجيب. دابا غادي يولي يعطينا غير الماء. انا غادي ناخذ مثال مثلا الا بغينا الماء دابا ديال حتى الليمون اللي بغينا نديرو قشره، غنديرو قشره باش تخرج غير الماء ديالو. ديرو الماء في المشماش مثلا، هذا المشماش كنحيدو غير العظم ديالو هكا. يعني دابا اي خضره باش نخرج غير الماء ديالها. بغينا نديرو كريمة الشهدية، تاهي غادي ندير الشهدية. سكين جبير خضار يخرج الماء ديالو، زبر ومعدنوس، نديرو كذلك الليمون بالقشور ديالو، نخرجو الليمون ندير الماء ديالو كذلك هكا، هذا مثلا، كنولي نديرو بالقشور ديالو هنا كيخرج ليا غير الماء، أنا باش كنفريصي، باش كيجيني فاناسي، أما إلا درنا الدجاج، هذا القيصة ديالو دابا. هو كيعطينا غير الماء ديالو، نديرو الفلاح ديالنا هكا، دابا رقيت الفلاح دابا كنديرو لهدا كيعطيك الماء ديالو، هو دابا لاماشين ديال الصنطري كيجوز يخرج غير الماء الخالص، هادي لاماشين اللي درنا دابا كتخرج لنا الماء بوحدو، القشور بوحدو، اللي كناخدو دابا الماء بوحدو فقط هو هاد. غنشد هاد الفلتر هذا وكنخوي غير الماء. باناشي ديال السونطا، يعني خرج غير الماء اللي خرجت المشماش وديال الشهديه وديال ديال ديال اي خضره اي فاكهه، فيتخرج باناشي الماء ديالها هو هذا. دابا هاد لونسومبل كامل حتى الا بغينا نديرو فيه الخضره ممكن كذلك نعصر فيه الخضره. انا غندير لكم واحد التجربه دابا، نعاودها التجربه بسرعه ديال الخيار. الا بغينا نخرجوا غير الماء الخيار مثلا، الخيار اللي كيكون العيالات كيبغيو يخرجوا الماء الخيار كيستعملوه ماسك. الخيار بالنسبه لهاد اللي درنا راه صعيب، بالنسبه اللي فروي راه كيكونوا ساهلين. اش كندير الفلتر ديالي هنا كنخدم الروبو، غادي نولي نخرج غير الماء الخالص ديال جميع الخضر والفواكه. هذا الخيار اللي غادي يعطينا غير الماء، الخيار كنشدو الا كان ما غيعطش ليا يعني هكا، نديرو صايم ونقسمو طريفات اللي يخرج الماء. هذا الخيار اللي غيعطينا دابا غير الماء ديالو، حتى الباربه اللي بغا يخرج الماء في الباربه، الماء ديال العنب ما تحتاج والو، هذا الماء اللي كنخرجو دابا الخالص، غير الماء هو اللي كنعطيو دابا، كنزيدو لافيتاس وكنزيدو لافيتاس، بغينا نقصو هذاك لافيتاس كنقصو. دابا هذا الماء الخالص يا لاله الحادقه العجيبه، شافتك جارتك راه غادي تموت بالفقس اليوم، وراه بصح الربو العجيب اللي هي زوينه، راه تبقى لا تحط لها حتى حاجه. هذا الشيء اللي قلنا دابا في هذا الربو العجيب، هذا الشيء ما كيضيعش، كنقدر نستعملوا حلوى، نستعملوا كونفيتير، هذا ديال الخير كيديروه ماسك، ايه ماسك كيديروه ماسك اللوجه كذلك. هذا لونسومبل كامل اللي شفنا دابا غادي ناخذوا بالنسبه لهذا الكيسان ديالو، راه ما كيطرطقوش هذا، يعني نقدر الموس كبير هذا نقدر نهرس ونفرشخ وندكدك كذلك ما يوقع لي والو، لانهم هادو صحيح طلع لك شي واحد الدم في الدار شي هذا ما هي ما بغاتش هي فاطمه. شوف بغينا نصايبوا فيه حتى لاصوص مثلا، اصوص طوماط راه نقدر نديره هنا كذلك، ولا نصايب فيه حتى هو الا بغينا نصايبوا الكاو كابوتشينو. أيه. غادي ناخذ نص ديال الماء طايب. دابا تبعوا العمليه، انا راه كندير غير الماء كيجي احسن من الحليب، ديروا الماء طايب هنا ولا الحليب طايب النص ما نعمرش، وكناخذوا كذلك معلقه ديال القهوه، نقدر ندير اسباني سكافي سامار، كندير معلقه، كنديروا كذلك معلقه ديال السكر، ديروا الحليب ساخن ولا الماء ساخن، وكنسد مزيان، وكنرجع كذلك للروبو العجيب باش يعطينا الكافي تيجي.
هذا الروبو كله واخا يكون خدام برونشي الماء ما كيدير ليه والو. شوفوا الماء كندير يدي وسط الماء في الروبو العجين وما كيتحركش ابدا نهائيا. ابدا هذا الممتاز اللي ما كيتحركش بالماء نهائيا. هذه احسن حاجه كيخرج منه الماء. شوف الماء يخرج حتى من هنا ما عنديش مشكل. ودابا القهوه ديالي هذه اللي درنا بالماء. الا عندك الحليب سخون اولا الماء سخون في الدار كتجينا ممتازه. دابا هذا الماء بارد. يا سلام ديري عليها فيزا وطياره وتمشي للطاطا. والو ما تصيبش بحال هاد القهوه ابدا نهائيا. الله يعطيك الصحه. لان لونسومبل كامل هاد لاكام كامله كنا عندها بزاف ديال لي بياس 44 بياسه في لاكام. دوك هاد لاكام العجيبه اللي كنا دير 44 بياس. هادشي اللي شفتو انا كنوريكم باختصار حركات الاستعمال فهمتي. اما الباج اللي غتلقاو فيها غتلقاو فيها مازال الشرح كامل اون ديتاي ايطاب باي ايطاب. ماشي مشكله غنعطيهم النمره ديالي وكنديرو التوصيل. التوصيل راه كاين عندي باج ديال الفيسبوك وغنخلي النمره التليفون الا بغيتو تحطوها. راه كنديرو التوصيل لجميع المدن المغربيه. التوصيل اللي كندير انا راه حتى كتوصلك الامانه اللي عندك ليدك عاد كتخلص. ضروري فوالا بنادم اللي كيتواصل معاك متواصل معايا كنصيفط ليه لابياس ديالو كتوصل عنده للدار. عندي شركه ديال لا ليفرز كيخدم معاك كيشد الامانه ديالو كيخلص ديك الساعه. ماشي كيصيفط الفلوس عاد صيفط ليه لا. وكنديروا التوصيل في المغرب وخارج المغرب حتى العالم كامل. هي كتصيفطوا لاي واحد شي حاجه. اي واحد شاف شي حاجه 100000 مرحبا. دابا غندوزو قلنا لهاد الهاشور ما نطولوش عليكم. هذه هاشوار هي فيها عديده الاستعمالات كاينه في لاكام. غادي ناخذوا فيها مثال. مثلا الا بغينا نطحنوا فيها الهربشو فيها اللوز طحن فيها الكاوكاو صيف فيها اللحم نقطع فيها الخضره. هاد السي دي كيخدم على دو فاس. الا درنا على الجهه وبغينا نقطعوا مثلا هنا كتعطيني مثلا لي غوندات شيا هنا باش كنولي نقطع دوك الدوائر كنسدو كذلك لاباري ديالنا. غادي ناخذ الروبو الا بغينا حتى نقرعه هنا كنديروا فيها جميع الخضر والفواكه. الا بغينا كذا مثلا ملي كنبغي الخضره ديالي طرونش ولا نبغي كذلك نصيب حتى البطاطا شيتس ياك غادي ناخذ الخضره ديالي كنخدم كذلك الروبو نصيب لنا شي بطاطا. ديروا لهم لي شيف تاعي هادي لي شيف كذلك دري صغار فوالا نخدم كذلك الروبو العجيب دابا. وغادي نضرب كتقريها بالقشره ديالها وكلشي لها غير غسلها مزيان. دابا حتى شي واحد بقى كيكشر الخضره هذوك الشرو هما اللي فيهم فيتامين لالا فاطمه. خدمي الروبو ها لي شيف تاعي هذا البريسي باش تبريسي شويه باش كتعطينا دابا هاد لي شيبس للدراري الصغار. باش نزيدك واحد القضيه الشيبس هادي لا مرقليها في الزيت. دابا الناس ولاو كيدهنوها غير بزدانات الزيت ولا بالزبده وديرها في المقله ولا دخليها للفران ديال لا فوالا. شوف لي شيبس كيفاش كتجينا دابا. هادي ملي كنبغي نقطع كذلك لي شيبس ديالي بهاد الطريقه كتجينا ممتازه. هادي لي شيبس غادي نزيدو مزال الا بغينا لي طرونش ديال جميع الخضر. الا قلبنا السيدي دابا غادي يعطيك لي جوليان حيزو الفرماج الكاشكر كنديرو جوليان كذلك غادي نصبو هاكم. ما فهمتيش شي حاجه ديك الساعه راه الباج كاينه وغادي نصيفط لك كنعطيك لا فيديو كاع باش تكملي. غادي ناخذو دابا لي جوليان ديال جميع الخضر الكاشكر الخضر فوالا طرابو ديال جو بروفيسيونيل باش يعطينا لي صالات ديال لي جوليان كتجينا بطريقه سهله. جاو عندك الضياف ما تفيقيش من النعاس غتلقاي كلشي واز. ها لي جوليان ها هي شتي لي صالات ديال لي جوليان كتجينا بطريقه سهله. دابا هاد لاباري هي نفس لاكام ونفس لاباري كذلك الا بغينا نطحنو فيها حتى بالنسبه لاصوص طوماط ولا بالنسبه كذلك لاي خضره. خليك معنا عندي واحد ليلان هذا باش زوين. هاد الروب 44 بياسه كنلقاو فيه هذا ديال الكفته وديال تهرمش اللوز وكاوكاو وغادي نلقاو فيه حتى هذا جوج هما مدوبلين. الا درنا هذا بغينا نصايبو مثلا عطينا مطيشه اصوص طوماط لاصوص هذا ديال لاصوص ديال البصله تشلدي به البصله تصيبي به اصوص طوماط تصيبي به ايه فوالا. غادي تاخذي لي طوماط ديالك مازال وغادي ديريها هنايا شتي دي مطيشه ديالي كنقسمها طريفات انا شويه البصله وشويه الرباع. غادي نزيدو لي طوماط ديالنا نزيدو لي طوماط ديالنا. هذا بالنسبه الا بغينا نصايبو لاصوب ديال الحريره ولا تشلدي فيه حتى البصله مثلا لاصوب لاصوب لاصوص كيجي فيه شويه البصله ياك ديرو واحد طريف البصله وغادي يجي فيه شويه الربيع حتى هو كنديروه فيه
حنا كيبقى لك الاختيار، بغيتي دير شويه الماء لاصوص راه شويه الماء كندير شويه الماء، ما بغيناش نديرو الماء راه ما كنديروش الماء، راه كتجي لاصوص هو الروب ومجهد، راه ما كنستعملش الماء نيه، انا ما عندناش الماء والزيت، حنا كنقصو منو شويه شي كنحط هذا ديال لاصوص كيفاش كي انا اربعه طلمات عقلوا عليه ديال اربعه صفاري ابار هذا كنصيبو دابا لاصوص هنا باش نركزوا على واحد العمليه، راه هنا ما كاين درناش الماء وما درناش الزيت بساتا نهائيا. والله العظيم الا هانتوما شوفوا يا المشاهدين البطاطا شي حاجه اللي هي هذا روبو، شوف هذا روبو كيتحدى عشرات الحادقات الطباخات الماهرات الطاطاويات الطاطاويات في الكوزين. لا 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 هذا هو اللي كيجري على الخدامات هذا هو كيهضر، دابا راه ولاو كيجيبوا الخدامه كتزيري من الراجل وتخليه والله ما ياخذ الروبوت تبقى معايا معاه مكالم ياك تبقى معايا. شوف لاصوب اللي ما درناش فيها الماء والزيت نهائيا. سمعت اختي قال لي هذا كتجي ممتاز، قال لك احسن من العيالات، قال لي قلنا لي انا لا الهام هذا راه احسن من الخدامه. مثلا في الدار ماشي بحال موليليكس، موليليكس غتبقى يطحني في الكاس كبير وكنفرق على الكيسان، جاو عندي الضياف كطحن البنان، واحد باغي الفريز كنغسل الكاس عاودي لي الفريز. لا دابا هذا غندير بنانه تفاحه افوكا فريزه سيرتو في رمضان، رمضان يعني طحني اربعه العواصر خمسه نبريزونتي اطام حتى عصير ماشي بالعصير في رمضان في رمضان. نعتبروا حنا مثلا هنا غادي نديروا مثلا هايا ندير الاولى نخليو غير هذا مثلا باش ما نطولش لكم، غندير مثلا الفروي ديالي ندير التفاح ندير بنان وغادي نسد كذلك مزيان، كنرجع للروبو العجيب دابا كنطحن دابا نخوي في كاس اخر. إلا بغينا نشربوا فيه نفس الكاس كنحيدوا ليه الموس، بغينا نشربوا فيه كنعمل ليه كذلك لي باك ديالو بحال هادو باش كنولي نشرب فيه، شاط ليا الحليب اللبن، بغينا خارجين شي خريجه المخيه من البحر، عندي هاد لي بوشون ديال السدان باش كنسدو هادو مني كنسدو بالنسبه لسيف الدين إلا بغا يشرب كيولي عنده بوشون كذلك ساهله كنشرب بطاطا. اما إلا بغينا نديو معنا الثلاجه شي خريجه المخيه الشوطين كاع داكشي كامل ما يكثرش. اما إلا بغيتي تسدو ديرو كريمو في الثلاجه حليب اللبن إلا شاط ليا، وسمحوا لي كنزرب باش ما يجيش الفيديو طويل، كنسد باش كنديروا كذلك فهنا ما يكثرش طاح ما يتهرش غادي في الزنقه شي واحد صرع سخن عليه راسه شيري عليه راه ما يقدر والو فاطمه راه باغا تشير ديما تسد السلاح داك. شوف غنرجعوا مازال لهذا الهاشوار اللي مازال فيها الاستعمالات، درنا فيها السيد اللي كيخدم على دوفاز، درنا فيها الموس هذا راه مازال فيه الخدمه، ما غاديش نطولوا عليكم لان يطحن الريع والمصله عقلوا عليه، هذا اللي كيتفصل عنده اربعه شفار كيجي واحد في واحد واحد باش ما نتغلطوش لان ما يلقاوش اللي كيتباع في السوق ما يلقاوش بتاتا. عاد غنديروا هذا اللي كندير فيه اللحم، هذا نقدر هرمش فيه اللوز كوكو ونصيف فيه حتى اللحم، حنا غادي ناخذوا اللحم مباشره، ها هذه الكفته غادي نديروا كذلك الحيمات ديالنا مباشره، واحد الجزار الله يرضي عليه عطاني طريفات اللحم، غادي نديروا غادي نديروا حتى شويه ديال الشحيمه مثلا شي نديروا واحد الطريف ديال الكفته، نديروا شويه البصله وشويه الربيع، نصيب لكم كفته ريجين في الدار. اييه يعطيك الصحه تبارك الله. كيرجعها تاخذها من عند الجزار ما كتعرفيش شنو داير فيها باش مطحونه، امتى طاحنها واش السيمانه اللي فاتت واش هذا العام غادي نزيدوا ولا لا الحد قال لا هات شويه الربيع درنا واقيلا الربيع باش ما يجيش داك الشيء خضر بزاف، ندير شويه هنا كتبغي تصايب كل شيء على ذوقك في الدار. بصح كاين جو الضياف كاين جو الضياف ما غيفهم والو غيصاحبوك حادقه وانا صافي راه هادي راه صافي تقولي لي حسيت تيقولوا لك ساعات اللي جايين فوالا دابا كنسد وغناخذ الكفته ديالي هذا الروبو هذا، شوف شحال من استعمال فيه باش نخدم كذلك الروبو ديالي دابا بالنسبه لك. شوف الى نسيت شي حاجه وبغيت نضيفها راه كنضيفها من هنايا هنا كنضيف الملحه نضيف العطريه نضيف الثومه نضيف اي حاجه بغيت وهنا كتبقى عينك كتبقى عينك من الدار صافي نتا صاجي طويجين دابا الكفته فوالا ها هي هذا الموس كنا اللي كيصايب الكفته ابار هذا اللي شفنا في المره اللي فاتت. دابا غادي نشوفوا الكفته ديالنا هي هذه شتيها والله الا شي حاجه هاد قلب لا الا مشوش باقا فيها شي ما باقا والله ما كنتش باقا فيها شي والله الا كنتش باقا فيها والله شتيها هي هذه هاد الكفته راها ريجين. هاد الهاشوار العجيبة اللي شفنا دابا كنقدر نفس الهاشوار كنهرمش فيها اللوز ولا الكوكب. كيفاش غادي نصايب فيها اللوز ولا الكوكب؟ غادي نصحوها كذلك باش نديرو فيها اللوز ديالنا. هاد الموس هذا غادي نديرو فيه اللوز نديرو فيه الكوكب ونهرمشو فيه أي حاجة بغينا. ناخدو مثال مثلا باللوز والكوكب هذا نزيدو كذلك هذا
انا اللي باغي يصايب الحلوى في دارو اللي كيبغي يتمتع ويصايب داكشي طبيعي في دارو راه كندير هادشي ما تهرميش نفس الهشوار وغادي نسد كذلك وكنمشي دابا نهرمش اللوز ونهرمش الكاوكاو بطريقه كذلك ساهله جدا ها دابا غنشوفوا العمليه ديال تهرميش اللوز الكاوكاو الحلوه الكيكه ها الصراحه ديال السلوله والله الا طحنوا والله ممتاز جدا جدا واش ندير واش ندير واش ندير انا العروس انا ما نديرش تديها مزيان حادق اللي بغات حادق حادق دابا شوف ابدي معايا نديها غدي معايا الروبو غادي نشوف هذه الطريقه قلنا باش كادي نهرمشوا اللوز والكاوكاو في الروبو العجيب ديالي شوفوا الناس بعد وقبل والله الا شي حاجه اللي دابا غادي نمشيو مازال لان هذا الروبو العجيب عندنا فيه كذلك الطراب ديال لي كريب ولي كريم ولا مايونيز هذا باش كنصيبوا مايونيز كثرنا عليكم ياك لان راه ما بقاش نشرح فيه حتى غدا والله ما نسالي لا ولا شي حاجه من هنا حتى غدا ما غنساليش الخدمه ديالي الصراحه الشرح غير الشرح قلنا اللي خدا شي حاجه راه كنعطيو لا فيديو نصيفطوا لي لا فيديو في الواتساب يوصلوا لا فيديو الشرح كامل ولا الباج يدخل الباج غيشوف دابا غادي نشوفوا هاد الطراب هذا بسرعه غادي نجربوا لكم فيه دغيا البيض بسرعه هذا كنديروا الكريب ولي كريم والبيض اللي بغينا نصيبوا لا مايونيز كيفاش كديروا لاله فاطمه المايونيز اش كنديروا فيه بيضه ياك صينه واش بيضه صينه ولا غير البيض ولا غير الصفر انا براسي ما عرفتش قول لا الهاء باش كنديروا في المايونيز باش انت معانا دابا باش نديروا البيضه زيت بيضه كريمه فرولة زيت صافي والملح وصافي زيت صافي تنطرد شوف دابا غادي نخدموا الطراب نديروا داكشي هاد الزيت كامل ما كاينش دابا شويه هاكا بركة فوالا ونخليوه يطرب شوية ياك نديرو الملح نديرو الملح نديرو الملح دابا على لي الجريبة اللي درنا لكم دابا ديال لامايون شوف هذا دايرينو تل لي كخيب الناس اللي كيصيبوا لي كخيب لي كريم شونتيي العجينات المغرب لي بانكيك كلشي هذا كنصيب بهذا الطراب هذا لأن النتيجة ديال الطراب ديالو هي هذا لا مايونيز وعندي مازال كذلك في الروبو العجيب هذا ديال العجينه بيان سور كيطرب لك هذيك العجينه المغربيه هذيك العجينه اللي كتكون بغيتي غير شي خبيزات هكا دايرين لك هذا حيت بلاستيك دايرين هذا البلاستيك ديالو شتي اليمونتير هذا بلاستيك صحي ابيض كنديرو ندير نطرب فيه العجينه ديالي هادشي اللي قلنا لكم دابا باختصار اللي في الروبو العجيب قلنا 44 بياسه نبقى نشرح حتى الغدا ما غنساليش نهائيا شرحنا هاد لي بوشون شرحنا لا كام كامله قلنا غنلقاه هي هذه الشيا هذا بالروبو العجيب غادي نلقاوه كيجي بلا كام كومبلي هي هذه 44 بياس اشنو زادوا فيه زادوا فيه دابا العصاره ديال الليمون الشيا غادي تلقاو زيد فيه وانا غنوريكم فوالا غنوريكم الفرق ما بين هذا وما بين الاخرين اللي غادي نلقاو في السوق دابا وغنلقاو موجود انا كاين هذا الثمن ديالو راه غندير له الثمن ديالو بروموسيون دابا كومبلي وكاين هذا شتي هذا نفس الشركه ونفس الماركه ولكن راه ماشي هو هذاك الشيء هذا هذا ناقص ولا شنو هذا ما دايرينش فيه عصاره الليمون وما دايرينش فيه الموس العجين وباش غيعرفوا ها هو ما فيش عصاره العجين ما فيش عصاره الليمون هنا هذا فيه عصاره الليمون هي مصور داك الشيء اللي عندك هنا مصور هو اللي كتلقى الداخل عامل لا غارونتي اييه شوفوا هذا هذا كيدير 600 درهم معروف هذا 600 درهم ولكن راه ما فيش هذا ما فيش هذه اللعيبه ياك لا عصاره الليمون ما فيش العصاره ديال الليمون وما فيش هذا هذا هو فرق باش ما تشوفوش هذا 600 هذا اللي فيه العصاره الليمون يلاه خارج دابا هذا راه ما عندوش حتى شهر دابا في المغرب نديرو ليه 700 درهم بروموسيون حتى هو 700 درهم وكاين عاوتاني هذا هذا حتى هو راه غادي يكون حتى هو راه كيتباع في السوق ولكن ما غيلقاوش بحال هذا هذا حتى هو داير 600 درهم اللي معروف دابا هذا روبو ايكو اللي غتلقاو كيتباع عند اي واحد ولا غتلقاو في السوق راه ما غتلقاوش فيه هذا الطراب هذا هذا راه فيه هذا البياس كامل ما فيش حتى هو وفيه عصاره الليمون مانيال
هذا 36 بياسه وهذا اللي ولينا لكم 36 بياسه وهذا 44 بياسه اللي فهمتوا 44 بياسه هذا دابا 44 بياسه اللي كتجي فيه الثمن ديالو 700 درهم غارانتي فيه عامين توصيل الى جميع انحاء المملكه المغربيه وخارج المغرب. قنعت بدابا مزيان؟ انا قنعتيني انا بنفسي غنلاحظ. وانا ملي كتسيف لا الله العرزه قلت لك خاصها تجي لبيع عليها روبو. ايوا غادي نجي حتى لهنا. شوفوا الاقدار جابني يوم الصحه والراحه والله شي حاجه. ومني غادي تاخذ ديال الروبو شوف غادي تاخذ انت مع ديال الروبو دابا راه غادي واحد الكادو معاها لاله ماشي مشكل. ايوا انتوما ملي سالينا من ديك الماكينه ديال 44 بياسه دابا جينا 88 88 هذه المقله بعد ما سخنات انا كنديروها كنا على اول استعمال كنعاودو نذكرو انا كنديروها بالزيت كنخليوها على العافيه مهينه دونك من 5 حتى 10 دقائق كندير على الجهه وكنقلب عليها انها هي كتسد كندير على الجهه وكنقلب على الجهه الاخرى باش من بعد ملي بغيت نطيب فيها بالزيت ولا بلا زيت ما عنديش مشكل دونك وهنا نعطيكم واحد الحاجه اخرى لان هاد الشوايه هادي دابا الشوايه هادي مقله كتجمعوا هاد الجهه ديال الشوايه ملي كديري فيها شي حاجه اللي كتشوى راه كتعطيك المذاق الشوات الفاخر ماشي ديال البوطه ماشي ديال البوطه نهائيا لانها كراني هادو مقاليط الكراني الا ما عطاتش في المذاق التشوات الفاخر جيبيها خذي فلوس صافي شنو غنديروا فيها دابا غادي ناخذوا فيها مثلا دابا هذا الحوت ناخذ الحوت ديالي ونعمرو بقى جديد وكنحطو كذلك الحوت ديالي كيتشوى هنا قدر كذلك هذا اللي باغي يدير الكروفيت كذلك غادي نديرو هكا كنذوقو به الا ما راه كيفيه في المقام هذا العرادات فين هي لاله الهام فين هي وها هو الكروفيت اللي كتبغي ماشي هو هذا انا لاله الهام انا شتي برا عندنا كروفيت الصحه والراحه شوف غادي نحاولوا نديروا كذلك في الجهه هنا ونحاولوا نزيدوا حتى لي بروشيت اللحم حتى هما باش نشوفوا كيفاش غادي يجيونا مشويين فوالا هكا كناخذ اللحم ديالي كنصيبو كنحطو بطريقه ساهله مهله كتعطيك المذاق الشوات الفاخر دابا الا بغيت كذلك تطيب على دوباس الا بغينا بالنسبه نقلبوها راه كنقلبوها غير نخليوها كتشوف بحال هكا كنخليوها نقصوا عليها كذلك البوطه شويه لان كما تيقولوا عينك ميزانك عينك ميزانك ودائما هاد المقالي كيبغيو العافيه شويه ما تكونش مجهده لان هما غرانيت كيطيبوا بسرعه غير خصني نقص دائما البوطه ما تكونش مجهده بزاف فوالا كنقص البوطه دابا غادي نسدوها قلنا كيجي فيها السيليكون هذا وكيجي فيها كذلك الريزيرف ديالو السباتيل باش كنحرك راه كيعطيوني سباتيل كادو ما نديرش لها معركه في الدار ولا فرشوطه كيعطيوك هذيك بلا باش كيعطيوك السباتيل ديالها فافور دابا غنسد المقله شحال اللعيبه فوالا دابا شوف كنسد هنا عندي واحد المغناطيس باش ما يبقاش لا فابور فوالا كيجي فيها قلنا عيسى كيجي فيها السباتيل هذا هو باش كنخدم لان هاد المقادير كاينه ديال الفيلم قلنا راه ماشي هادو اللي كيتسمعوا عندكم عند صحاب الله لان الصحاب الله ولا كيديروهم اي عندهم كيحسبوا المقادير يقول لك راه بلا زيت راه كاين فرق كبير غير في البوا ملي كدير زياد المقله لوريجينال مع المقله الاخرى فوالا كتلقاي فرق كبير كتلقاي فرق كبير لان هذه ثقيله وكيجي فيها قلنا لي سباتيل ديالها هذا كيجي معاه كادو كيجي هذا عطينا هذا السيليكون عافاك هادو جوج هادو راه مهمين جدا انا ملي غتاخذي انت من عند شي واحد من بعد غيمشي لك هذا مشكله ما بقاش ديك الساعه غتولي تخرج من هنا الناس دونك هذا كناخذ جوج زايدين على السباتي ديالها هو الثمن ديالها الثمن ديالها مناسب هادو ولا هادو كادو هادو هادو كادو حتى هما هادو كادو مناسب شفتو براكم كادو دابا هنا الا بغينا كذلك نطيبوا حتى البيض غادي نتسناو المقله ديالي كذلك تسخن شويه وغادي ناخذ فيها دابا البيض بلا زيت الا بغيت ندير كذلك البيض ديالي بلا زيت تفضلي على فاطمه هنا غادي نجرب لكم البيض بغيتو بيضه بغيتو جوج اللي بغيتو ها قرب الى كندير كذلك البيض ولكن بلاتي لا تعودوا تقولوا درت الزيت ولا شي حاجه حضروا معايا حضروا معايا دابا واش هو اللي باغي يطيب ما خليناش كنطيب لا لا انا نعطيك دابا يلا افضي طلع يلا قربي البيضه قربي البيضه قربي البيضه مزيان مزيان قربي مزيان انا كنت غندير لكم ديال العوينه وانت راك تبدي على الحداقه في الهضره راه باينه حادقه لا ما حادقه بلاتي 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 نتسناو المقله تسخن سخنات يمكن بعد خليها تسخن المقله دابا شويه بلاتي تشوف ها نشوفوا فوالا بسم الله بلا زيت بلا والو فوالا بلا زيت ولكن دابا ديرها هكا بحال هكا بلا غادي تجي غادي بحال غادي تجي فيها شويه الفلفله شويه ديال هكا وطنيها بحال هكا تجي زوينه يا سلام
عرفتي هذاك السيستم بحال شكل تجي اومليطه دايره تجي زوينه وتقدري تقسمها بحال هكا تجي انت اللي بغيتي تعمريها دابا اي بالفرماج بالفرماج بالكاشير دابا انت بغيتي تحكك دابا وغادي تعمريها كذا اللي بغيتي تعمريها شوف الذوق ديالك الذوق ديالك الله يعطيك الصحه على هذا الشيء راه قيسي دابا هنا في الجيم دابا غير كتقيسي غتبان لك دابا بوحدها كتقلع اه واو والله خليها خليها غادي تشوفوا البنات بلي تتحمق زوينه زوينه خاصك تعمري ديك الساعه وكطيبي كلنا البيض ديالك ماشي مشكل ولكن راه تزات ما تملصقاش كاع نعاودو نعمرو داكشي اللي خسرتي على الالهام هذه ما مخسره فوالا هي هاد الطريقه اللي كندير درنا دابا ديال البيض كنديرها حتى لي كريب والمغرير الا بغينا نديرو كذلك لي كريب ونديرو المغرير كنعمر كذلك داكشي ديالي وكنولي البيضه كذلك شي غير كنقيسها هنا اه كتهز بوحديتها وراه ما فيها لا زوينه الله يعطيك الصحه اول استعمال هو فاش كندير بالزيت انا قبل ما نستعملهم كنديرها بالزيت كتسخن على جوج الجهات فقط ديرها بحال غير بالشيته هكا الشيته ديرها غير بالشيته وسخنيها وعاودي مسحي ما تخليش داك الزيت حيدي كاع الزيت ماشي مشكل وديك الساعه طيبي بالزيت طيبي بلا زيت ما عندكش مشكل لا 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 هي زوينه عندك هذا الشيء غزال عندك هذا الشيء ومازال غادي دابا غادي نديرو فاتيله بغيتي ديري فيها مثلا ديك العمليه ديال اللي صعيبه اللي كتضعك العينات في الدار هي تحرق اييه فوالا شي حاجه اللي كتحرك وتلصق وما غادي نديرو فيها الكراميل دابا غنجربو فيها الكراميل والسكر ايوا هذا كيولي بحال الحديد كيلصق راه كيلصق انا غادي نجربوه ما غاديش غادي نجربوه دابا نحرقوه وغادي نمسحوه مع ديال الكرانيل يعني كيجي داكشي ساهل هي شي حاجه اللي صراحه تجي تخسر فلوسك ما تندمش حيت كلها لا لا زوينه ايوا البنات انا غادي نطوي لكم هذا ديك الالهام طيب الالهام طيب بيضه وتجي طويل البيضه غنطوي نشوف واش حالقه ولا لا ها انتوما والله هيا يعطيك الصحة تبارك الله ما شاء الله شوف حتى البيضة هنا تقدر تلعب بها كي بغيت شوف باش نقول لك واحد القضية هنا المقلة هنا المقلة راه كتكون سخونة وما تكونسوميش إلا بغيت نتأكد منها واش المقلة سخونة ولا لا نقدر ناخذ مثلا شي قطرة الماء هكا شوف سخونة بكثرة فوالا شوف شتيها يعني حتى الزيت ملي كنديرو كيبقى الزيت هكاك ما يتكونسوماش هنا باش نعرفوا بأن المقلة راه سخونة تي الا درنا مثلا باش نتاكدوا 100% بانها ما كتلصقش نقدروا عطينا شي طريف مثلا ديال الميكا شي طريف ديال الميكا باش ندير لكم التجربه حتى هي مهمه جدا لا ماشي هذيك صافي هذه انا وليت خدام صافي هذا طريف بلاستيك غادي ناخذو كذلك ونشوفوها واخا كنديروا هذا البلاستيك هكا شوف واش ما كيلصقش نهائيا شوف هي على العافيه دابا امي كره لاصقه شوفنا مزيان هانت انا كنقلبو على كاع الجهات شي يعني ملي كنقول لكم مقله راه ما كتلصقش ها يعني ما كتحركش نهائيا راه كنشتو المقادي العادي راه كدير هذا البيض بلا زيت دونك هذا البيض دابا هنا شنو دايرين قلنا هنا دايرين كذلك هنايا الحوت دايرين الحوت كيطيب كذلك هنا وهنا ملي كيديكاجي ليا لافابور نقدر نضربوا عليها شي طليله طلعوا عليها كذلك شوفوها فين وصلات واخا باش نحلوها قدام المشاهدين ديالنا يشوفوا ها طاب طلعتك الصحه شوفوا شي هاد ليدام هذا ليدام هذا راه كنديكاجي الا بغينا نديكاجي شتي هو فين بان لك كيكثر شتي دوك هاد ليدام الزايد ها شتي فوالا كاين البلاصه ديال فاش كيتخوى هنا كذلك دابا باش غادي نبدا نشوي ولا بغينا كذلك نشفوها شويه كنقدروا نحيدوا دابا هذه مثلا فوالا مزيانه شي راه غير نديكاجيو ليدام هذا اللي يبقى لينا راه كنديكاجيو ليدام كنحيدوه بهذه الطريقه ساهله بالعكس هذه المرقه ديال الفوطه هذه بنادم كيخويها من فوق فوالا شي طبسل ولا شي حاجه الا بغينا بالنسبه دابا للعيد الكبير قريب الا بغينا نديروا الكوتليت حنا غنديروا هذه الشوايه هذه غنجربوا لكم فيها دابا الكوتليت كيفاش نقدر كذلك نشوي الكوتليت ديالي في العيد الكبير كيفاش نقدر كذلك نطيب الشوا ديالي قلنا ملي نبغي نسخن الخبز راه كنسخنو بهذه الطريقه دابا هذه سخونه كنحط الخبزه ديالي وكنحط عليها هذه بانيني ولا لي صندوش كنسخنو بهذه الطريقه هذه كيجينا ممتاز كتحط هذيك وكتسخن من الفوق فوالا كتسخني من الفوق باش كذلك كيجيك داك الشيء ممتاز وشوفوا هنا بهذا الشيء اللي كيبان لك لاله فاطمه هو غادي يبان لك انا بحال الملصق شويه شفتي ها هو كنشوف فوالا غادي ندير له غير هكا شوف ها
تمسح ما بقى حتى شي حاجه. اي حاجه كتبان لكم دابا هنايا مثلا كتبان لك انت راه لاصقه غندير لها هكا كتمسح. ها هو كتصحي هادشي البلاصتي يعني التلصاق راه ممنوع التلصاق كطيب دغيا كطيب دغيا. انا نجرب لكم هنا جربي الكوفلات مع راسك فوالا كروفيت والله الا جابني هنا هادشي راه دخلنا فيه كناكلو كما قلت لكم كناكلو فوق البوطه باقي الخير باقي حقهم مزيان. دابا هادي قلنا منين بغيت نسدها راه كنسدها بهاد الطريقه هادي ما كتعذب فيها ما حتى حاجه كتعذب فيها ما كتسمحل فيها ما والو. وغنوريك اصلا بلا ما تحاولي مثلا ملي غتسديها بحال هكا كنكون طابت على هاد الجهه الا بغيت نحمر بالنسبه لك بغيت نحمر غنقلبها في سير بلاص وما كيتخصش هنا. دابا غادي نديرو لكم مثلا بالنسبه للعيد قريب اللي بغى الكوتليت الكوتليت بغاش ديروا العطريه غادي ديروا له غير الملح والكمون وغادي ناخذ كذلك الكوتليت ديالي بهاد الطريقه. شوف سمعوا قلنا المذاق شويه الفاخر الكارانتي اللي كنعطيها على المذاق شويه الفاخر الا ما جابتك شويه الفاخر جيبها. شنو غادي نديرو دابا؟ شوف هذا الصوصيط ها هو ناخذوه واحد الطريقه درتيها الصوصيط عجيبه بلاتي نوريها لهم. شوفوا شوفوا واحد حاجه مثيره وهذا لدان هذا لدان سوا كناخذو نديرو العطريه ديالو كنحط لدان ديالي زوينة الطريقة خطيرة. بغيت نسدها نفس الطريقة راه غادي نسدها دائما. بغيتي الشوا تسدي كذلك هكا ما كنبقاش نسمع دابا البابور نهائيا. قلنا هنا باش كنسد هذا هو الليمون باش كنسد المقلة والمقلة قلنا راه ماشي داكشي اللي كيتباع في السوق راه تلقاها تبارك الله ثقيلة بزاف لأنه الكرانيت. وهنا هاد لا مارك هادي قلنا ما كتخرجش لك الفابور من هنا ابدا. الفابور اللي ديغاجي اللي كيدير ديغاجي هو داك الزيت كيحيد من هنا وليدان كديغاجي من هنا. واحد اللعيبه كبحال واش كيتنفس بحال خليوا دابا تشوي لينا هاد الشيء هذا. دابا نشوفوا الكوتليت فين وصل ياك نشوفوا الكوتليت فين غادي يوصل. مفاجأة واحد جوج ثلاثة والله إلا صعب. شوفوا البنات شوف وغادي نقلبوا فوالا غادي نشوفوا دابا ملي غادي نقلب عندي سباتيلا دابا باش كنقلب شي راه قلنا ما كتستعملش فرشاة وما كيلصقش الضحك هو تحمر شي تحمر وما يلصقش. الصحة هذا لدن غنقلب فوالا هذا ديال الكتف هذا هما الكفيته ديالي تاهي سي يعطيك الصحة. هيا هادو درتهم بالعويلات غادي نقلبهم هايلة. ها انا السي هاي شوفوا فن عليه شوية فوالا كتسد بهاد الطريقة. قلنا دابا ما كيبقاش يديكاجا شي كتسد بحال هكا كما قلت عندو هادي مغناطيسية وهنا ما كيديكاجي مغناطيس هذاك هو اللي كيهبطها لأن كيجي فيها. قلنا هادو اللي كيجيو حيت هادو هما اللي مهمين هما اللي كيسدو ديك النفس ما كيخليوهاش تخرج كما قلت هادو كادو الشوانات هادو كيجيو جوج كادو عاد سباتي الكادو مزيانة إلا بغيتي الماركة مزيانة بيان سور ماركة اللي غنوريكم الشركة ديالي اللي هي هذه اللي مخرجة هاد الماشين تاع العصير سيد هاد الماشين تاع العصير شوية سميت الشركة هادي عقل عليها مزيان كالور لأن الكالور تصور فيه المزيان وفيه غادي نشرح لهم باش الناس حيت ما يبقاوش يمشيو من الآن اللي بوريهم شي حاجة ياخذوا بصح ياخذوا خاصهم يفرقوا ويعرفوا شنو راه غيعطي فلوس بصح كاين دوك إلا عطى 400 500 600 درهم خاصهم سيرتو في هاد الوقت هذاك الشيء حيت كاين هذا المزيان وكاين هذا الكالور هذا نص لاماط اللي درها دابا ديال المقلة وكاين هذا اللي مشهور دابا في السوق ومعروف وغادي تمشي تلقاه بين ما عند مولي الماء عند كل شيء ولكن انا غنوريكم الفرق نوريكم الفرق واللي شاري يسمح لي ايوا انا ملي غيشوف الفرق غيشد راه الفرق هما راه بحال بحال ولكن الفرق كاين الفرق غير هما راه غتلقى هاد الكالور بحال هو نفس السميه غير هاد الاصلي ماشي مختلف الاصلي ماشي هو بيان سور ما كيعطوكش ديما البري. دابا قلبناهم هذوك باش يتحمروا كذلك على الجهه الاخرى. شوف الله هذه انتهت المهمه ديالها. كنا دابا غنوريكم اصعب عمليه ديالاش هي ديال 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 الحليب والكراميل. دابا هذه الجهه ديال الشوايه نقصنا دابا دير لي شويه تاع الكوتليت وشويه تاع الصوصيط وشويه تاع لادان والكفته شويه سيرتو العيد قريب راه الا ما جابتش لك الشوات المذاق في الفخر جيبها لي راه ما كاين والو بصح. دابا غادي نوريكم مني غادي نبغيو مثلا التجربه في الدار بان اللي كيبغيو يصايبوا لي كراميل لي غوسيت كراميليزي في الدار هذيك الكراميل صعيبه كذلك. دابا تصنعوا مقله سخون باش غادي نمسحوها شويه عيسى باش غادي نديرو فيها سنيده نديرو فيها السكر والحليب
هذه اصعب عمليه في التلصق. انا هذه راه كانت طرات ليا ديجا، كانت واحد الخطره طيب بالسكر اللي بتلصق، والله ما تحيد ما تحيدش ما تحيدش نهائيا، حتى اي واحد يلصق لها السكر والحليب وتحيد. ما يتحيدش فوالا، مستحيل تحيد لك. دابا غادي نشوفوا هذا المقله العجيبه واش غادي تحيد لنا السكر والحليب ولا لا. ايوا راه حيدته، راه العجب عجب عجيب. دابا غادي نديروا فيها، ها هو السكر، عطينا الحليب فوالا، ها وليت صافي، وليت خدامه مرحبا بكم عندي فوالا. بلاتي لا ما تخويش دابا، لا 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 ما تخويش دابا، تا نقول لك خوي دابا خصها نحرقوها، الكراميل خصها تتحرق. متاكد ما غاديش يلصق؟ حنا غنشوفوا. يا ربي ما تحشمنيش، راه مباشره قلت لي واش متاكد. خايف 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 خايف. ايوا شوفوا هادشي راه هذا ليا بدا كيتعسل. شتي؟ شتي كيتعسل، شوفي هنا. وري لهم اللقطه بان هادي، شوفوا راه بدا سالي بغا دير العسل راه. شتي؟ هاد الكراميل كنا نخويو عليه الحليب هكا. هادي اصعب عمليه في التلصاق والحرق، معروف الحليب والكراميل. هي هاد المقله كتبغي العافيه تكون فرقت تحت منها شويه باش كاع الجوانب كيوصلهم. فوالا، لكن انا باقي ما تاكداش باش غيتحيد، وباقي لحقاش هذا صعيب شويه يتحيد. حنا ما خاسرين والو ولا لا، حنا غنديرو دابا تجربة. دابا شوف السكر والحليب. إوا البنات راه قلت لها هادشي ما يتحيدش. شنو درنا؟ درنا السكر، السكر والحليب والحليب. هانتوما شوفوا، هانتوما شوفوا، أنا هادشي محال قلت لي واش يتحيد. هادي لي غوسيط، شوف هادي علاش كنوريو التجربة هادي؟ كنبغيو نبينو بأن المقلة راه ما كتلصقش، وخا تحرق، وخا تنسى هي تحرق عاد الماكلة، راه كتمسح بواحد الطريقة سهلة. وكنبغيو نبينو حتى بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا دوك لي كراميل مثلا، خليها شويه مثلا، اللي كيبغيو يستعملوا شي حاجه لي غوسيط كراميليزي حتى هو راه كتقدر تستعملها في هذه المقله العجيبه. حنا غادي نشوفوا دابا ابدا نهائيا، غادي نشوفوا حنا ما لنا خاسرين والو. غنشوفوا كيفاش غنمسحوا المقله دابا. شوف ناخذوا بونجه طبق، كناخذ المقله المسيح ديالي ها سبحان الله، يا سبحان من خلق. شوف شوف زيدو السخيط، شوف هادشي دابا كنحيدو بهاد الطريقة سهلة. نقات يا الله، راه ما عندكم ما تقولوا، انا راه صافي انا حنا. ولكن ماشي شي واحد ياخذها من شي بلاصة أخرى مع تصحاب معاه، ياخذ هذا اختصاص المقلة كالور الأصلية اللي ثقيلة اللي مزيانة باش هاد النتيجة اللي بغا يديرها في الدار كتصدق ليه. بصح، ولكن ياخذها من الماركه كما قال لي، من الماركه هي هذه. غادي نلقاو، انا غادي نوريكم دابا هي هذه، هذه لان كاينه هذه ياك، هذه المزيانه كاينه اللي غيجي فيها سباتي، اللي غنلقاو فيها سباتي 36 سنتيمتر، فيها 36 سنتيمتر، وفيها سباتي الكادو، فيها هذوك جوج ديال لي جوان كادو. هذه المزيانه الثمن ديالها داير لها واحد العرض هائل ديال 400 درهم بروموسيون، كتبيعها ب 400 درهم. هذه نسينا الثمن قبيله في هذه الماشين، غادي نعاودو. هذه 400 درهم. كاينه هذه، شوف هنا باش غنوريكم، كاينه واحد الماركه اخرى بحال هذه مثلا دايره 300 درهم، هذه غتلقاها في الممشي تاع صحاب المواعن، عند اي واحد عنده حانوت 300 250 بيعه بحالها غتبان لك، ولكن راه كاين فرق في البوا، كاين فرق في الكراماج ديال 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 الكرانيت، كاين الفرق كذلك. هذه ما فيهاش داك السباتيل وما فيهاش، هذه 300 250 بيعه، غتلقاهم لومين بحال بحال، باش نبينو لكم باش ما تبقاوش غير كتشريو في الشيو كتشريو. هذا الروبو اللي قلت لكم هذا راه كيدير 700 درهم، يا قلنا الثمن ديالو هذا ولا ما قلناش؟ الاخر كيدير 600 درهم. دابا غادي نوريوك الحاد كاد الروبو باش ما نبقاوش نخلطو حتى هو، حيت موجود دابا في السوق، باش نوريكم انا نعطيكم النصيحه غير المزيان من ليميتاسيون. حيت الا شدينا الكرتونه ديالو، شدينا مثلا المزيان، شدينا هذا هذا الميتاسيون شتيها غنلقى موجود في السوق، هذا فين ما مشيت غادي نلقاه. هذاك فين مشيت غادي نلقاه. فوالا، وغادي ناخذو الاوريجينال هو هذا. دابا أي واحد مشى دابا شاف هنا غيشوف كالور كالور غياخذ مثلا، فهمت؟ ولكن هنا كاين فرق. هنا غادي نلقى ثلاثة تصويرات ديال الماشين اللي كوبي، ثلاثة لي روبو مصورين. هذا راه فيه غير الاوريجينال، فيه غير موتور واحد. هادو بالنسبة للومبالاج، باش منين نمشي نشري، إلا ما لقيتش هذا ماشي، واخا ما تشريش من عندي، أنا كنعطيك نصيحة. هذا اللي فيه تصويرة واحدة، فيه كاس واحد، راه هو الأصلي، هو المزيان. هذا راه كوبي، راه اللي خدا هذا غير يسمح لنا، لأنه راه زيرو، ما كيضربش حتى السيمانة هذا، وما كيتشابو ويبيعوا لكم نفس الثمن.
كاين حاجه اخرى اللي غادي نشرح لكم اكثر كذلك هي هنا هذا غناخذوا الكوبي كذلك. ها شتي دابا هذا ماشي هذا الابيض فوالا كاين الفرق انا وريك دابا الفرق وفي الالوان رغم انهم راه فيهم جميع الالوان وما كيكونوا فيهم اللوينات. شوف هنا هنا غادي نلقى هذا السيري هذا ديال الحساب شتي كيفاش داير في الاوريجينال هنا ما كاينش في الميتاسيون هنا غادي نلقى كالور كالور هذا كالور شلي الميتاسيون دايرين في هذه زايدين في هذه باش متابعه من الشركه راه كيزيدوا في هذه السميه اخرى كيديروها هنا لتحت باش ملي كيبغيو يتابعوا من الشركه بيان سور كيقول لهم لا راه حنا زايدين هذه السميه انتم عندكم غير كالور الاوريجينال فيه غير كالور هنا بوحدها ما فيهش شي كتابه تحت واحده اخرى. كاين حاجه اخرى كذلك هي في هذا الكاسكيط هذه الاوريجينال كتكون في هذه الكاسكيطه هذه شتي هذا الكوبي راه ما فيهش كنلقاوش فيه اما هنا راه كلهم عندهم الحديد لتحت كلهم عندهم الحديد هنا ولكن راه الموتور الداخل راه ديال الاوريجينال هو ان هذا الكاس كبير وواسع هذا مجموع مجموع هذا وفي العبارات كل فوالا كاين فرق حتى في لاكاليتي ديال البلاستيك هذا غادي نلقاو فيه شوف كاين واحد الفرق اخر هذا غنلقاو فيه دايرين له داك الجوان ما كنقصد دايرين هذا الجوان هذا دايرينه عادي ميك عاديه ماشي صحي شتي الجوان البلاستيك في الاوريجينال غادي نلقى سيليكون بيض نصيحة نلقى السيليكون الابيض عاد ناخذ لانه فيني وربو مزيان كاين فرق كبير كاين فرق شاسع هذا هو اللي كيطحن دابا اللي كتشوفوا في الاشهار اللي كيطحن الحجر ويطحن الزاج ويطحن اي حاجه قاصحه راه هو هذا اللي غادي نقدروا ناخذوا فيه دابا مثلا قرعه ديال الزاج صينا شتيها هذه ديال الشويبس ونحطها في الروب والعجل ابدا ولكن غادي نوجدوا راسنا حنا غادي نهربوا اجا ولدي نرجعوا شنو غادي نديروا دابا واحد جوج باش نشرحوا الدور ديال هذا حنا هزينا لكم هذا ديال الميطاسو باش نشرحوا الدور ديال هذا الدور ديال هذا ملي كتكون لي فروي جامدين ولا الخضره جامده شي حاجه اللي قاصحه بزاف وكتوحل بعض المرات تما في ليلام كندير هذا باش كنحرك كنحركها باش ما كتبقاش واحله هو راه ما كيوصلش ليلام هذا لا فيتاس ديالي هذا مستمر النتيجه يعاونك في البنيت اللي بغى يصايب الكرافه اللي بغى يصايب الكرافه عنده في الدار هاي انا كنت الزاج غير تحركوا شي الزاج هذاك راه الكاغيط اللي كيبان لكم دابا صايب ماشي غير الزاج الحجر كنديروا فيه هذا الحجر باش ما نعطوش اكثر عادي بغينا نديروا لي فروي لي فروي نقدر نديرهم كذلك لي فروي كنديرهم بكل شيء اليوم انا غادي نجربوا فيه دابا مثلا لي فروي اللي غيكونوا انا نوصل اللي كيبني ولا شي حاجه ياخذ هاد الماكينه تعاونو دقه طوي يطلع الدار حتى نسوا البلاستيك ديالو هنا ما كيوقع ليه والو دابا غادي ناخذو مثلا الا بغيتي ديري فيه مثلا هذا كيخدم حتى بالنسبه لصحاب السناك ولا ريستو بروفيسيونيل صحاب راه كياخذوا صحاب محلابات صحاب السناك كيجي معاه كتاب لوريجينال كيجي معاه الكتاب بالعربيه ديالو بالعربيه الفصحى يعني مشروح مترجم بالعربيه كيقول لك داك الشيء كيفاش تستعمليه واشنو اللي غديري فيه واشنو هنا كنا في لوريجينال غادي تلقاو كنا هذا راه باش كنحيدوا داك المشكل ديال الماشين خسر لي هذا الموس مشى لي هذا راه حديد شفتي وهنا عاوتاني غادي تلقى الحديد يعني في هاد لا ماشين حتى في الروبو هنايا الحديد باش كيركب هاد الحديد مع هاد الحديد صافي ما كيبقى يوقع ديك الساعه والو غادي ناخذوا فيه كذلك لي فروي شنو غادي نديروا في لي فروي حنايا نقدروا نديروا مثلا شي حاجه اللي غدارنا مع الحليب ولا نديروا مع الليمون نقدر ناخذها صينه شي هكا هذا تالي خوخ المشمش نقدر ندير تالي فروي ديالي جامدين ما عنديش مشكل كنديروا هكا باش كنحيدوا غير هاد العظم هذا كنديروا كذلك هذه الشهديه قاصحه شتي باش غادي نجربوا الروبو دابا واش غادي يطحن هادشي ولا ما يطحنش هذا ملي طحن الدجاج راه يطحن كلشي اللحم في اي حاجه طيب شوف هذه الشهديه هذا المشماش هذا الموسم اللي درنا دابا ديال هادشي كامل غادي نديرو دابا الليمون راه حنا درنا وحده دابا بالقشور ديالها نعاودو الثانيه دابا شتي ندير نقدر ندير الحامض الليمون الا ربما مجهد ندير داكشي بالقشور ديالو ما عنديش مشكله شتي نزيد الحليب ولا الماء ولا الليمون ولا اللي بغيت في العصير ديالي قلنا نقدر نعمر الكاس كاع حتى الاخير ما عنديش مشكل كنسد
وكنسدو ما نسدش بهذه، هذه راه كنخليوها بنا غير منين بغي نحرك بها، كنرصد غير بهذه دابا كنخدم الروبو العجيب. الكسور ديالو درنا الليمون، الكسور ديالو درنا اي حاجه، الكسور ديالو شنو صايبو باراتشي. خلي دابا دابا العصير ديالنا فين وصل؟ ها هو هذا شي طول مر ولا شي حاجه؟ ابدا هذا الباراشي اللي درنا ديال الخوخ والمسماس والشهديه اللي صعابين كيتصيب على الطريق. هذا هو الروبو العجيب اللي كنا دوك نردوا البال غير من ليميتاسيون فقط، كناخذوا الاصلي اللي هو كالو، راني وريتكم الفرق. واخا نبغي نشري بلاصه اخرى، واخا ما غتلقاش هذا اللي كيتباع، غتلقى غير هذا الميتاسيون اللي قلنا، ولا غتلقى تسحب الماعن، تسحب المحلات. هذا غتلقاه عند داوي الاختصاص، حنا اللي كنخدموا به لا ديمونستراسيون، حنا اللي كنديروا فيه هادشي هذا، والاصلي المزيان اللي كيجيب لا كارونتي ديالو افي. ودابا كذلك قدينا الهشوار على الحدقه العجيبه هذه، ممتازه جدا. اينوكس هذا لينوكس، لينوكس الاصلي، حتى هي ماشي اللي كتباع عند صحاب المعامل ابدا. هذه اللي جنا دابا جديده، غادي تلقاو فيها لي لام كذلك مدوبلين، هذا اربعه ديال اربعه، هذا غادي تلقى فيها شي 15 بياسه، لان فيها هاد لي لام هادو مدوبلين. وفيها هادو حتى هما مدوبلين شي يعني جوج من هادو وجوج من ديال الربعه، هادو ها لي لام ديالهم باش كنركبهم من بعد. صافي لي لام قلنا هما هادو مدوبلين ديال لاباري اوريجينال اللي هضرنا عليهم. صافي غادي نشوفوا هاد الجلده، هادي راه مهمه بزاف، هاد الجوان هذا، هاد الجوان هذا غادي نشوفوه باش منين ندير شي حاجه اللي سائله مثلا بحال 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 العصير، بحال بحال الحريره، بحال ما غاديش يبقى يخوي في هذه الايام من الطابوش ديالي. الجلده هي اللي كتحبس فوالا، وعندي هذه الجلده هذه كنديرها في الاسفل من هنا كذلك باش كنولي نسد نحطها على الرخام على الزيت ما كتبقاش تحرك. فوالا هذه البياس باش نشوفوا من الاصليه. عاوتاني كما قلت الاصليه هي اللي غلقى الموتور ديالها دابا. سيلونس شوف سيلونس في لا بروميي فيديو في لا دوزيام فيديو كذلك، ولكن ما كيعطيش الصداع، ما كيديرش ليا الغوات بزاف. دابا غادي ناخذ الخدمه ديريكتوم، الا بغينا نديرو كذا كضرب على الماص، بغينا نديرو فيهم البصله، هذه البصله هي اللي كتعصبك في الدار ديال البصله ديالك، ضرتك عدوتك في الكوزينه. شكون هي؟ حسن جدا، ها البصله. حنا كناخذو البصله صينه، قلنا كنسدو لاباراي، هذه الاصليه الحقيقيه الاوريجينال الممتازه، غير كنقادو على هذا الشيء السد، كناخذو كذلك فيتاس الاول الثاني، زوينه لانها كتجيب لك كذلك البصله مشلطه، الشلاط ديال البصله كيجينا ممتاز. بغيتي هرقاء، بغيتي غليظ كيما بغيتي، على البصله ديالي ها هي، هذه البصله اللي شلطنا دابا كتجينا بهذه الطريقه ممتازه. دوك هاد لاباراي الا بغينا نديرو فيها حتى الشلاطه ممكن، نبقاو فيها كذلك الشلاطه، غادي ندير كذلك لي لام اربعه اللي كيبغي يصايب لي صالات ديالو، وغادي ناخذو فيها كذلك حتى بالنسبه مثلا شويه ديال الخيار باش تصايبي ديك لي صالات ديالك، ياك كلشي كلشي باش كيجي البصله والخيار. وغادي ناخذو كذلك طريف طماطيشه، ما غاديش تجي، غادي ناخذو كذلك طريف ديال لا ابدا، ولكن خصك الطريقه عاوتاني غنوريك الطريقه باش ما تجيكش الشلاطه بحال الماء. هذا شويه ديال ميشو، ناخذو شويه القرعه باش ديروا كذلك الخضره ديالكم تجينا كومبلي سلاطه. انا كنسد كيفاش ما طلقش ليا الماء، الا بغيت ما طلقش ليا الماء باش كنسد لاباراي. فوالا كنمشي دابا لاباراي ديالي باش كن باش ما كنبقاش ضاغط، كنمشي ضربه 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 جوج ضربه جوج باش ما كطلقش ليا الشلاطه الماء. عينك ميزانك شوف، ها شوف، ها هادي الصالات كيفاش كتجينا ممتازه جدا جدا. هادي بلا ما توصل السماك. ها هي كتجينا فارس ديال الطاس، ها لي الصالات ديالي شتي كيفاش كتجي، ما فيهاش الماء نهائيا. لي الصالات نص نص. دابا غادي نشوفو الا بغينا نديرو دابا الربيع، هو اللي صعيب هو الربيع، لان الربيع كتبقى في الدار ضربه في يدك ضربه في الموس العادي. هنا غادي نديرو كذلك لي لام ديالنا، غادي ناخدو الربيع بالعويدات ديالو، قبطات الربيع صينه، غادي ناخذ كذلك الربيع ديالنا دابا، وغادي نبداو فيه هنايا، ديرو الربيع، كنزيدو كذلك الربيع، ندير قبطات القزبر، قبطات المعدنوس، هاد العويلات هادو ما كنرميهمش، كنديرهم حتى هما،
وكنسدوا لاباري ديالنا بالنسبه للربيع كنبقاو ضاغطين. الربيع هو الوحيد اللي غنبقى ضاغط باش كيطحل ليا كذلك الربيع ويجينا ممتاز. شوف الربيع كيفاش غادي يجينا. قصبرنا عندنا الحادقه. هانتوما شوف انا ندير لك جيت تما بالموس العادي ضربه في الربيع ضرب الله يلا ان شاء الله العروسه الجايه شحال قدك من ضربه وضربه بالموس العادي تخرجيش هادشي الله يلا الربيع كيفاش غيجينا لان بيان سور لا مارك حاجه مزيانه. دابا فهاد لاباري العجيبه الا بغينا مثلا نصيبوا فيها اللحم هي كتصيب اللحم وتهرمش اللو وتكوكا ديناخذوا هذا اللحم الا بغينا مثلا نصيبوا فيه حتى اللحم ديالنا ممكن، ولكن اللحم ما كيديروش بعد 4 ليله. هادو الرقن اللي كناخذهم مدورين هادو غير الشلاضه الربع العصير لاصوص طوماط. دابا الا بغينا نديروا فيه اللحم كنديروا هذا ديال الجوج، ولكن حيدوا راه عنده هاد البلاستيكات هادو كنحيدهم فوالا باش كنديروا من هنا. كناخذوا كذلك هنا اللحم ديالي، زيدوا طريفات اللحم ديروا طريفات الشحمه كذلك كتجينا ممتازه. غادي نديرو حتى شويه كذلك ديال البصله والربيع باش كيجينا الطريقه ديال الكفته الطبيعيه في الدار. كنسد نفس الطريقه كنمشي لابار هذا الموتور ديال السيروس لوريجينال ما كنلقاش في الصدام ماشي بهذوك ليميتاسيون اللي كنغوتو بزاف. هذه باش كنصايب كذلك الكفته ديالي رمشة من العين رحنات رحنات بيان سور هاك شتيها هادي الكفتة كتجينا تا هي ممتازة جدا جدا جدا. دوك هاد لاباري العجيبة كنقدر نهربش فيها تا هي اللوز والكاوكاو نفس الليلة ملي صايبو هنا الكفتة. غادي نحيدو هاد الكفتة هادي وغادي نديرو فيها دابا اللوز إلا بغينا نصايبو اللوز نهربشو كذلك الكاوكاو. متعددة الاستعمالات والثمن ديالها مناسب جدا اوريجينال وفيها لي لام دوبل وفيها لي لام كذلك اون دوبل ثمن مناسب جدا كامله اينوكس وعندها التجواله غنشرحو فيها ديالها. دابا اش كندير كذلك لي لام ديالي غادي ناخذ اللوز كاوكاو وهذا باش كنهرب شويه هذا الشيء هذا كيجينا حتى هو التهربيش. الناس اللي كيبغيو يصايبوا كذلك الحلوى الناس اللي غيبغيو يصايبوا الحلوى ويخدموا غير بهذا لاباري صغيره خذي غير لاباري فقط وهنا كنحصلوا على التهرميش ديال اللوز ديال الكوكو. هادي لاباراي ممتازة لا ما يستغنيش عليها كتغنيك على بزاف ديال المشاريع الكوزينة وما يستغناش عليها الواحد. هذا هنا وسبوك هي العوينة هي العوينة ديالك في الدار هادي لأنها ممتازة جدا مازال فيها استعمالات بزاف. هاد الجوان هذا عنده الدور ديالو حتى إلا درنا شي حاجة سائلة مثلا وهادي تصايبي حتى لاصوص ملي كديرها دابا في مصر حتى بغيتي تصايبي أصوص اصوص عصير راه هو غندير لك على شكل عصير مثلا اصوص طوماط كندير 4 المطيشات 5 المطيشات ابدا لان عندك لاباري تبارك الله راه ماشي واخده من عند اللي كيبيعوا 260 فوالا كتبارك الله. ها هو مطيشه درناها صينه شي كنطلع لاصوص ديالي هذا لاصوص الهام زعما عاد ما تصايبش لاصوص في الدار سي ما كتدخليش الكوزينه ديالك. اه زيدي دابا ورينا الدخول عندك كي داير شوف هاد لاصوص وشوف هاد لاصوص. دوك لاصوص ما درناش فيه الماء تا هو ما درناش فيه الزيت. لا نوريك واش طيبي شويه شويه ترجعي المره الجايه لالا العروسه وصافي. صافي وما بقاش صافي على البركه. ايوا جات زوينه شي ما درناش الماء وما درناش الزيت نهائيا. تمشي تصايب الحرير هذا بنيت هذه هي لاله الحادقه هذه راه شوف قلنا كيجيو فيها لي لام هذو اللي كتاخذهم اربعه راه كتزيدوا واحد اخر وكتاخذوا هذو تاهما مدوبلين وكناخذوا في هذه الجلده اللي كتجي اللي عندها الزليج الرخام ما تبقاش تزلق والموتور ديالها راه سيلونس الاصليه راه هي اللي غنقوم بها الصباح خدامه في الكوزينه بحال ما خداماش. جاو عندك الضياف ما غيفهموا والو غيصحبوا حادقه كلشي سير بلاص وهادشي كامل الثمن ديالها بروموسيون دير لها تخفيض
الشركة هي دايرة على 250 درهم. 250 درهم. هي توصل إلى جميع أنحاء المملكة المغربية. تخلي لهم نمرة. يا سلام تخلي لهم نمرة. شي حاجة تقول لهم أيوة. من طرف فاطمة ودخلوا عنده. صافي دابا سالينا خلينا دابا خلينا دابا غادي نوريكم المشطة العجيبة الحرارية اللي دايرة بالبانة في السوق تاعي. يا سلام فاطمة ما تسمح لي المشطة العجيبة. مشطة فاطمة. مشطة فاطمة. مشطة فاطمة العجيبة. اللي غادي نوريوك المشطه العجيبه هنا باش نعرفوا مزيان هو اصلا غادي تلقى فيها بعدا واخا حتى 1200 فيرميطاس هذه 1200 واط شي 1200 واط غادي تشوفها هنا وعندي كذلك هنا لافيتاس باش كنخدم هو هذا كندور لافيتاس الاول لافيتاس الثاني ونمشي الشعر ديالي كما بغى يكون النوع ديالو وكنبدا نسرح في المشطه ديالي انا دابا غادي نشعك ياك غادي نسرح واحد الجهه ونخلي واحد الجهه ونشوفوا الفرق باش يبان لكم الفرق ديال الصوره هذه دابا غادي نسخنها كتسخن مزيان الا درتي انت كلاصه باش السخونيه ديالها كتوصل فهمتي فوالا هذه باش زوينه كنقدر نشد حتى الشعر ديالي بحال هكا كنقدر نشدو بحال هكا ونشمها ولا ندير له هكا هذا الشعر دابا اصطناعي ها باين الفرق شوفوا دابا هادي البلاصه اللي فتحنا لها هي هادي ونزيدو نمشطو اللي بغينا نمشطو هاي لا باين الفرق ما يلبسش مشطه شوشوا غير هذه ما كتبغيش عاوتاني نزمطها بالشعر خصها تزمط لان كتبقى خصها تبقى مهويه باش تبقى شوشواري فهمت تقدر لك فوالا هذه الثمن ديالها هي مناسب جدا لوريجينال كنهضر على لوريجينال مزيانه حنا غنديروا لها واحد التخفيض هي كنا كنبيعوها غاليه مشى لها خرجات راه كنبيعوها غاليه دابا غنديروا لها 250 درهم اصليه كاينه الميطاسيون دايره غير 150 درهم حاله كدير 3000 ريال هذه مزيانه دايره 250 درهم وكارانتي حتى هي وشي حاجه اللي طوبي مزيان لا هادشي كامل هادشي ممتاز وكاين البلانشه هذه غنوريو عليها واحد دغيا واحد لا ديمونستراسيون هذه ممتازه جدا ناخذوا عليها فكره هذه بلانشه بالنسبه للناس اللي كيسافروا بزاف فيها الحديده لان قلنا راه كاينه اللي فيها الحديده مصلوح فوالا مصلوح هذا مصلوح كاينه اللي فيها الحديده وكاينه اللي ما غتكونش فيها الحديده دابا غادي ناخذوا بالنسبه لاباري ديالنا العجيبه كذلك سلام غناخذوا بالنسبه لاكام ديالنا الا بغينا كذلك هنا نكمشوا مزيان شوفوا دابا شتي هذا دابا اللي فيه الحديده هذا لافيتاس كنزيدو كنقص فوالا كندور هكا شوف التكماش ديالي كنضرب كندوز هذا باش زوين حتى البلايص اللي فيهم الصدافي دابا هذا كياخذوا صحاب المصبانات ولاو كيجبدوا الحوايج من المصبانه كيعلقوهم في لي سنتر وكيخدموا بهم علاش لانه كيخدم في البلايص الصعاب بحال البلايص ديال الصدافي غادي تخدمي ساعه الطبله غادي نكمشوا مزيان غادي نشد كذلك من هنا كناخذ بالنسبه لاباري ديالي فوالا كنضرب شي في السنتر نعلق كذلك في السنتر وكنمشي طريقه سهله سير افيكاس صافي يعني ما كنلبس اللبسه ديالي نكون غادي خارج وكنصلح فين بغيت نخدم على الطاوله نخدم على الطاوله انا فيه الحديده ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الحوايج مثلا بحال النايلون شي حاجه ديال النايلون شي حاجه اللي غتخاف عليها تكمش يعني الحديده كتقدر تحرك ولكن ملي كندير هذا ما كيبقاش يحرك وباش غنعرفوا حتى واش غادي يصلح حتى هو غناخذوا فيه التجربه ديالنا مثلا هكا شتي بحال هكا مثلا كمشا وغادي ناخذوا كذلك بالنسبه دابا ونشوف من هنا شتي شي حاجه زوينه اللي بغيت نعرف هادي كدير فيها الماء ولا ما كديرش فيها الماء ديري فيها الماء تقدري ديري فيها حتى شي معطره حتى الا بغيتي مثلا الخمله دوك لي كاشمير اللي كيشدوا الخمله لي مونطو اللي كيلبسوا في البرد الخمله الغبره عندي الراس ديالهم كنحيد هذا وكندير هذا هو ديال الخمله هذا كنولي نحيد به كذلك الخمله من التريكوات من اي بلاصه وفي نفس الوقت حتى الا بغيتي ديري هنا ملي غديري الماء وديري شي معطر ولا ريحه غير قطره الريحه كنقدر نحيد البريس كنمشي لاي بلاصه عندي صعيبه مثلا شي بحال الزرابي بحال كنولي ندوز على حتى الطوموبيل لانه البريز حيدنا دابا كنمشي لاي بلاصه دابا كنولي نضرب كيحيد الخمره والغبره كتبقى الريحه زوينه الا درنا شي ريحه شي كريمه كيبقى ديك الريحه كتلصق الخمره ما كتحيديها بهذه المشطه هذه كتحيديها تغسليها عاوتاني باش كترجعها كيبقى شاده صار شويه هذا هو داير لي واحد التخفيض لانه كاين واحد الماركه اخرى دايره هو موجوده في السوق الزرقاء وكذا ماشي الزرقاء هذا الاحمر اللي غنلقاو فيه الحديده باش نفرقوا
انا كنوريكم حتى الطريقه كيفاش تشريو، واخا ما تشريوش من عندي، شريتي من بلاصه اخرى خصني نمشي ناخذ لاكالي باش ما نبقاش نتصيد كل مره عطي 200 درهم 300 500 بزاف عليكم. فوالا ديما ناخذ حاجه مزيانه اللي هو هذا اللي فيه البلا اللي فيه الحديده، لان دوك الزرقين ديال 200 درهم 150 درهم هذا اللي ياخذ بالحديده بالحديده. وهذا لامارك ديالو راه كنوريكم حتى لامارك، لامارك كنكون غير عندنا حنا، لان عندنا شي ماركات حنايا كيكونوا سيتي المارك ديبوزي اللي هو هذا اللي جبت لكم شي واحد ديال هذوك الفوقانيين اللي هو بحال هاد لامارك دابا تقدر تلقى غير عند الشركه ديالنا فقط فقط ولكن غير كنوريك ربما يجيبوا ليميتاسيون ديالو ربما المهم نفرك. هذا المزيان داير لي واحد التخفيض ديال 300 درهم 300 درهم وبصحتك وراحتك. واللي جا من طرفنا اللي جا من طرفكم ان شاء الله نتهلاو فيه ما كاين حتى مشكل، والتوصيل راه لجميع انحاء المملكه المغربيه، تقول اي واحد يعرف في اي بلاصه توصل الامان غادي يخلص حتى خارج المغرب. كما قال لكم السيد ها اللي بغيت نشرح لكم بزاف بانه راه اللي بغى عنده غادي يتواصل معاه في النمره اللي غادي نخلي في الفيديو، وفي اول تعليق يتواصل معاه راه توصلوا السلعه ديالته كما قال لكم راه فيها الكارونتي ديال عامين، وغادي توصلوا سلعته حتى لباب الدار، عاد من ديك الساعات كتصيفطوا ليه الفلوس كتتقلبوا السلعه وكتشوفوها واش هي هذه كيعطيوها الليفرور ديالي، الليفرور اللي غيجيب لهم السلعه يخلصوا ايوا. السميه سميتك عصام عصام خويا عصام خويا عصام دخلوا عنده هذا الشيء راه عنده زوين صراحه. انا راه داك الشيء راه بغى يخرج ليا عقلي، وديك الساعات انا راه حتى انا غنخرج حتى انا عنده، راه داك الشيء زوين زوين كيحمق والله راه يستاهلوا انكم تمشيو عنده بالكثره. والله والله وفق الجميع. انت غادي نتعامل معك دابا وندير واحد الثمن مزيان لان دابا صدقنا معك لا فيديو. الله يجزيك بخير وشكرا شكرا جزيلا الى اللقاء.